صباح الخير. نحن اليوم بإنجيل مرقس بالأصحاح 12 الآية 33، يعني نحن صرنا على أواخر إنجيل مرقس. بعد عنا 13 و 14 15 16، يمكن نمشي شوي بسرعة بعدين لأنه بكون في سرد لحدث الآلام والصلب. يعني نبلش بالإصحاح 12 الآية 13 وصلناش. ثم أرسلوا إليه قوما من الفريسيين والهيروديسيين لكي يصطادوه بكلمة، فلما جاءوا قالوا له: يا معلم، نعلم أنك صادق ولا تبالي بأحد، لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس بل بالحق تعلم طريق الله. أي يجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ نعطي أم لا نعطي؟ فعلم رياءهم وقال لهم: لماذا تجربونني؟ ائتوني بدينار لأنظره. فأتوا به فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ فقالوا له: لقيصر. فأجاب يسوع وقال لهم: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فتعجبوا منه. السؤال عن قيامة الأموات. وجاء إليه قوم من الصدقيين الذين يقولون: ليس قيامة. وسألوه قائلين: يا معلم، كتب لنا موسى إن مات أحدهم أخ وترك امرأة ولم يخلف أولادا أن يأخذ أخوه امرأته ويقيم نسلا لأخيه، فكان سبعة أخوة، أخذ الأول امرأة ومات ولم يترك نسلا، فأخذ الثاني ومات ولم يترك هو أيضا نسلا، وهكذا الثالث، فأخذها السبعة ولم يترك نسلا، وآخر لكل ماتت المرأة أيضا. ففي القيامة متى قاموا لمن منهم تكون زوجة؟ لأنها كانت زوجة للسبعة. فأجاب يسوع وقال لهم: أليس لهذا تضلون، إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله؟ لأنهم متى قاموا من الأموات لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في كملائكة في السماوات. وأما من جهة الأموات إنهم يقومون، أفما رأيتم في كتاب موسى في أمر العليقة كيف كلمه الله قائلا: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس هو إله أموات بل إله أحياء، فأنتم إذا تضلون كثيرا. إذا خلينا نوقف هالمقطعين. أول مقطع في شوية خلاف عليه من حيث مفهوم قول الرب: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لأنه الناس صارت تفهمها إنه قيصر له حق عليكم تعطوه والله له حق عليكم تعطوه. أما سياق الحديث مختلف، وخصوصا إذا دققنا أكثر بالنص اليوناني وتكون الترجمة مختلفة شوي وبتغير المفهوم. نعطيكم قراءتي للنص اليوناني. أول شيء، في عندكم فريسيين وهيروديسيين جايين يصطادوا بكلمة. إذا هذا المقطع هو تركيب التهمة مباشرة قبل أخذه للآلام. فريسيين، هيروديسيين، صدقيين، ما حدا بحب حدا منهم ولا حدا مع حدا، كل واحد عنده عقيدته، كل واحد عنده اتجاهاته الدينية والسياسية. كيف كلهم اجتمعوا على الرب؟ يعني في مصيبة مشتركة خلتهم يتوحدوا، بس يتوحدوا على شو؟ على قتله، على إلغائه. دايما دايما يا أخوي، الأشرار يتحدون ولو كانوا ضد بعضهم وقت يواجهوا الحقيقة. الباطل مع الباطل مع الباطل بيتوحدوا ليضربوا الحقيقة. في حقيقة واحدة بس في باطل 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 كتير، في خير واحد حق واحد بس في أشرار كتير بيتحدوا كلهم ليضربوا هالخير. هذا هو يلي صار مع الرب يسوع. وين عم بيعلقوه؟ أول شيء في مدح إله هدف مخبى، هو الاتهام. عم بيقولوا له: نعلم أنك صادق ولا تبالي بأحد ولا تنظر إلى وجوه الناس. هيدي لا يحابي الوجوه، بيقولوا
وبتعرفوا هيدي منين جايه؟ جايه من وقت القاضي بده يحكم على متهم كان يفوت لعنده ومخبى راسه، ناخخ راسه بالارض حتى القاضي ما يتاثر بالوجه، يكون عم بيحكم بعدل، فعم بيعطوه صفات الله القاضي، بل بالحق تعلم طريق الله. أي يجوز دغري أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ نعطي أم لا نعطي؟ يسوع عرف رياءهم، إذن واضح السؤال خبيث، إذا الخبث لماذا تجربونني؟ هذه الكلمة كتير مهمة، لأنه كان الناس يفكروا أنه الله بيجرب البشر، لا البشر بيجربوا الله. أعطوني دينار، أخذ الدينار شاف في صورة وفي كتابة، قال لهم لمين ها؟ قالوا له قيصر. شو بقول لهم؟ وهنا لب الموضوع، مش أعطوا ما لقيصر لقيصر وأعطوا ما لله لله، عم بقول لهم إنكم تعطونا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، مش أعطوا. عم اشرح واقعهم المزيف المرائي، ما انتم مظبطين اموركم مع الدنيا ومظبطين اموركم مع الله، مفكرين حالكم رح تربحوا اثنين. انكم تعطونا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. والا ليش بيقول النص فتعجبوا منه؟ لانه لو قال لهم اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله حل الموضوع، ما نحن عم نعملها، عم نتعامل مع القيصر بماله، ومنروح على هيكل منحط شوية بخور منذبح ذبيحة ومنرضي الله، عم نرضي اثنين. شو قال لهم هو؟ ما انتوا عاملين تلفيق، تلفيق نفاق لاثنين سوا. الله ما عم تعطوه الا يلي بناسبكن، وقيصر بتعطوه يلي بناسبكم. هيدي كتير قوية هذا الموضوع، لأنه كل المسار الإسرائيل بالعهد القديم مع الله هو إنه شو بدنا نعمل لنرضيه، ونحن بنعمل يلي بدنا. بده ذبايح بنعمل ذبايح، بده صلوات بنعمل صلوات، بده بخور بنعمل بخور، بده ركعة بنعمل ركعتين، بده فتحة الإيدين بنفتح له إيدينا، لحد ما الله شو بقول إشعياء؟ كرهت أعيادكم ملت نفسي منكم. إذا بتبخروا بسكر مناخيري لأنه صار ريحة البخور يلي حلوة بشعة، إذا بترفعوا إيديكم لتصلوا لي بغمض عيوني ما بدي اشوفكم، اذا بتصلوا لي بسكر ديني ما بدي اسمع طلباتكم. غريب، ما عم نعمل شيء يرضيك. قال لهم يلي بيرضيني هو انكم لم تهتموا بالفقير ولا بالارمله ولا بالمسكين، فشو نفع صلواتكم؟ شو نفع الهيكل يلي حطيتوني فيه وانتم تحبسوني فيه؟ شو نفع كل الدين تبعكم؟ مش هيك تدمر الهيكل وتدمر كل شيء، وما عاد بده شيء الله، لانه انكم تدوسون تدعسون على البائس والفقير والارمن. اذا هيدي رساله الانبياء، انه نحن عاملين كابيلا لالله بالقصر الملك، بيجي عاموس بيقول له انت وعائلتك وبيوتك ومدنتك رح تتهدم كله، لانك انت للملك، لانك انت لم تهتم بالبائس واليتيم والارمله. نفس الشغله، كانه الله في العهد القديم، بعدني عم بحكي، كانه الله قرر يقول هيدا الوهم يلي مفكرين عم تعملوه، هو انه تعملوا هيكل لاقعد فيه ومراكز صلاة، أنا قررت غير نوعيته. الهيكل يلي من حجر قررت أعمله إنسان فقير على الأرض ملقوح، هيدا الهيكل تبعي وأنا بدي أسكن فيه. بدكن تروحوا تعبدوني، بدكن ترضوني، ما عندكن غير تروحوا لعند هالفقير لأنه أنا جوا بقلبه.
لأن إذا بتروح على الهيكل فاضي الهيكل من الله، إذا كأنه عم تقدموا عبادات للفراغ للوثن. كتير خطرة هيدي وكتير قوية، وهيدي بتنطبق علينا إذا رايحين على الكنيسة ومفكرين إنه بالكنيس من نعبد الله بالطقوس بالبهرجات الفارغة من معناتها. عم بقول لهم الله أنا قررت غير المذبح، المذبح صار الفقير المعتر المحتاج لإلك، روح قدم ذبيحتك إله بتكون عم تقدمها إلي. وهيدي قالها بمتى، امتين قالها بمتى؟ قالها بمتى وقت عم بيحكي عن صورة الدينوني، كنت مريضا كنت جوعان كنت عطشان كنت محبوس ما حدا اهتم فيي. قالوا له ما اهتمينا فيك، قال له إن لم تفعلوا ذلك بأحد إخوة الصغار. إذن عامل ايدنتيفيكاسيون الرب مع المحتاج. يعني إذا بدك ترسم هلأ أيقوني، ارسم لنا يا أبونا أيقوني للمسيح حتى أفهم. ارسم أيقوني للمسيح، بشوف شي محتاج وبرسمه، بيكون هيدي صورة المسيح، هيدي الأيقون. كيف هيك بدكم تقدموا العبادات؟ صلواتكم قدام هيدول كتير قوية. هيدي الشغلة إنه أنتم تعطون ما لقيصر لقيصر، ما العمل يحيي بجيبتكم، وبتكون تعملوا ثورة عليه وعم تقولوا شو بحق له وشو ما بحق له، ما أنتم متعاملين وغرقانين فيها. بس بتستعملوا الله لمقاربكم الشخصية. وهون نتذكر وقت فات الرب يسوع على الهيكل وقلب طاولة الصيارفة وبيعت الحمام. شغلتين، ما قلب الخضرة، ما قلب البياعين التانيين، قلب طاولتين الصيارفة وينن بالهيكل. لو انتو عم بتجروا بالله بالمال بحجة انه انتو لا الله. تاني شيء قلب طاولة الحمام، وبالانجيل الحمام رمز لمين؟ للروح القدس. انتو عم تستعملوا الروح القدس لمقربكم الشخصية. إذن هيدا الالحاد الجديد، مش انه بتقول ما في الله. الالحاد الحقيقي بعمقه هو اللي انت بتستعمل الله لتكون انت الله. هذا هو الالحاد. وهلا كثير واحد بيعملها بالمواقف الصغيره بالمواقف الكبيره. ما في اصعب من هالموقف، انتم تعطون ما لقيصر لقيصر وما لله، مزبطين اموركم. فتعجبوا منه. خلص اذا بدكم الهجوم الاول على يسوع، هن عم بدونوا له سؤال لوقت المحاكمة، يقولوا قال هيك وقال هيك وقال هيك. هذا أول مقطع زمط منه. المقطع الثاني الصدوقيين، الصدوقيين عندهم مشاكل دينية مع اليهود، ما بيأمنوا غير بكمان بالكتب الخمسة، وهن من الأرستقراطيين والأغنياء، لا بيأمنوا بالقيامة. ولا ليش ما بيأمنوا بالقيامة؟ بيقولوا لأنه بالكتب الموسيوية الخمسة مش حكين عن القيامة، فنحن ما منآمن بالقيامة. إذا بدكن هيدول همهم جيابهم وهمهم مراكزهم، والدين بيكون مثل هيك رشة بهار على سلوكهم. لا يؤمنون ولا يقولون بقيامة الأموات. بيستعملوا من الإنجيل من الكتاب المقدس ليضربوا. مين عملها قبلهم؟ الشيطان بالتجربة في البرية. الشيطان استعمل ثلاث مقاطع من الكتاب المقدس حتى يرمي يسوع بالتهمة ويوقعه. تتذكروا ليس بالخبز وحده ويحيى الإنسان، قال له كب حالك لأنه يقولوا الملائكة بيستلقوك، قالوا اسجد كذا، ثلاثة من سفر تثنية الاشتراع يلي جاوب عليهم يسوع. هون الصدوقيين عم بيستعملوا نفس الحجة تبع الشيطان، جابوا من عند موسى، بيقبلوا موسى،
انه اذا مات واحد وترك وما عاد عنده اولاد شو بنعمل؟ مشان النسل بنجوزه ل بنجوزها للتاني خي تالت خي سبعه. بيسالوا سؤالين بسؤال واحد، بيقولوا اذا ماتت المراه لمين بتكون اذا قاموا؟ اذا قاموا اول شيء لمين بتكون؟ اذا منطقهم ارضي، واذا قاموا هيدي خبز ليوقعوا يسوع. جاوبهم اول شيء بقول لهم متى قاموا من بين الاموات ما بقى لا يزوجون ولا يتزوجون، هم كملائكه الله، كملائكه في السماء. اما من جهه الاموات انهم يقومون، اما قراتم من وين عم بجاوبهم كمان؟ من الكتاب. نفس الاسلوب يلي واجه فيه يسوع الشيطان بالتجربه في البريه، نفس الاسلوب عم بيواجه الصدقيين والفريسيين من كتاب، من الكتاب. وبتتذكروا هونيك بالتجربه بيقول وتركه الشيطان الى حين، الى حين. بيقول أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، وليس هو إله أموات وإله أحياء، فأنتم إذا تضلون كثيرا. خرسهم هون، فشلوا الفريسيين والهيرودسيين، فشلوا الصدوقيين. يعني في مجموعة، في أحزاب، في فئات كانت تضرب يسوع، فشلها قبل الموت. بس كمان في عنا ناس لا، قراب من كلام يسوع، معطانا مثل انه ما عم بيعمم، هو ما في منا كلهم يعني كلهم عند يسوع. لا، كل واحد حسب موقفه. فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله أية وصية هي أولى الكل؟ فأجابه إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية الأولى، وثانية مثل هي تحب قريبك كنفسك، ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. إذن بالنسبة له أعظم وصيتين أن تحب الرب إلهك، لما بيقول من كل قلبك ونفسك، ما تعمل شرك، ما تعمل شرك، إشراك عبادة أخرى بعبادة الله. بدك تكون ملتزم بالعبادة اللي أنت بتختارها. شغلة تانية، أن تحب قريبك كنفسك، عم بيعمل موازاة بين عبادة الله وبين عبادة، مش عبادة الله، بين محبة الله وبين محبة القريب. يعني العلاقة بينك وبين الله ما ممكن تكون ديالكتيك، ثنائية، هي تريالكتيك، هي ثلاثية. يعني بقدر ما علاقتك جيدة مع الله تعني أن علاقتك جيدة مع القريب، بقدر ما بتقول أنه بتحب الله بقدر ما أنت بتحب القريب. هذه وضحها بإحدى رسائل القديس يوحنا، وقال كيف ممكن تحب الله اللي ما بتشوفه وما بتحب قريبك اللي بتشوفه؟ إذن أنت كاذب، استعمل عبارة كاذب، وهذه صفة الشيطان. شو بقولهم؟ فقال له الكاتب جيدا يا معلم، بالحق قلت، لأن الله واحد وليس آخر سواه، ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح. هذا فهم. شو بقول الكتاب؟ أريد رحمة لا ذبيحة. هذا جاوب يسوع، أعطاه الحق، وافق، تبنى موقف يسوع. مش هيك يسوع قال له
فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل قال له: لست بعيدا عن ملكوت الله. لست بعيدا عن ملكوت الله، ما قال له إن ملكوت الله في داخلك وأنت ضمنت الملكوت، لست بعيد، لأنه هذا بعده يهودي، وبعد موقفه من يسوع كمسيا كمخلص ما أعلنوا، عم بيعلن فهمه للتوراة بس ما عم بيعلن انتمائه ليسوع، تبعيته ليسوع المسيح. مشان هيك أنت قريب من ملكوت الله. ولم يشر أحد بعد ذلك أن يسأله، يعني خلصت المحاولات باءت بالفشل. ثم أجاب يسوع وقال له، وقال وهو يعلم، وهو يعلم في الهيكل، كيف يقول الكتبة أن المسيح ابن داود؟ هلأ بدل ما هني يسألوه وهو يجاوب، انتقلت النص لمرحلة أخرى، هو عم بيسأل وهني مجبورين يجاوبوه، تغيرت القصة. لأن داود نفسه قال بالروح القدس: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. هذا بالمزمور. فداود نفسه يدعوه ربا، فمن أين هو ابنه؟ وكان الجمع الكثير يسمعه بسرور. وقال لهم في تعليمه: تحرزوا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالصة والتحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع والمتكئات الأولى في الولائم، الذين يأكلون بيوت الأرامل ولعلة يطيلون الصلوات، هؤلاء يأخذون دينونة أعظم. عم بيحكي عن، معلش خلينا نرتاح بالحكي شوي، عم بيحكي عن الكتبة. مين إن الكتبة؟ يلي بيعلموا الدين، يلي بيعلموا اللاهوت، عم بيقول لهم انتبهوا منهم. مش كلهم يعني كلهم، لقلكم ليش؟ لأنه بالمقطع الأول اللي إجي عند يسوع هو واحد من الكتبة، يعني منيح هيدا، يعني مش كلهم عاطلين. ذهنية الطغمة الكتبية الكتبتية اللي الكتبة، هل إذا بدكم هالجمعية هيدي عندها ذهنية، لأنه نحن كتبة وبنفهم وبنعلم، لازم نقعد أول صف. تعالوا تذكروا شو بحبوا الناس يقعدوا أول صف. لبل في ناس بيعملوا إنه هن متواضعين بيقعدوا آخر صف ليهزمون ليقعدوا أول صف. هيزت الشهوة عندك أول صف، هيدي الشهوة. ونحن بالكنيسة بنوقع وقعات كبيرة. أنا لهلأ بعد مش عم بفهم، لهلأ ما بعرف إذا بيجي وقت قبل ما أموت أفهم ليه. إذا فات زعيم أو سياسي أو مسؤول على الكنيسة، ليش ضروري يقعد أول صف؟ يا ريت أول صف بحطوا له كرسي قبل أول صف حتى، يعني بعد شوي بده يقعد محل الخوري. ليه هالتكريم هيدا؟ شو السبب؟ هذا التكريم بسبب إيمانه يقعد جوا ساعتها، بسبب إخلاصه يقعد على راسي، ولا بسبب سلطته السياسية ما إلها علاقة بوجود المسيح بالهيكل؟ ليه نحن بدنا نتخطى كل تعليم المسيح لأجل الأمور؟ لأنه نحن عم نعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، مزبطينا. رجعنا للمقطع الأول. سؤال دائما بكرره أنا: إذا فات وزير على الكنيسة أو رئيس حزب أو شو ما كان أو رئيس جمهورية ولا درجي، حتى إذا فاتوا الإخوان المسلمين على الكنيسة، إذا ممثل رئيس بفوتون بعدون، هذا مناقشه بعدين. ليش إذا مسؤول أو غني بتقعدوه أول صف، إذا إجا واحد فقير ما بغيب عن صلاة، ما بغيب عن مناسبة دينية، مخلص مؤمن عايش حياة الفقر بالروح، ليش إذا فات على الكنيسة
وما في مطرح ما حدا بفكر يقعده. وكيف انتم بهيكل المسيح القائم بين الأموات عم تصلوا؟ ما في تناقض؟ أنا ما بدي دين، أنا عم بوصف الوضع لأقول التناقض. شي مرة حدا عمل في ثورة، شي ثورة بالكنيسة وقعد فقير معتر أول صف وفي غني قاعد ورا؟ شي مرة حدا عملها؟ طيب سؤال، هل هيدا اللي انعمل غلط؟ أي الصح؟ أي الغلط؟ هلا مش عم لكم هيك لحردكم لتقعدوا تسبوا رجال الدين، لأنه ثلاث أرباع المسؤولين بالكنيس العلمانيين المدنيين هن بيرقدوا، هن بيتحيروا، هن بيعملوا ضجة بكل خلع عم بيصلي ما عارف مين إجا ليقعدوا فلان، ليقعدوا فلان. إذا كلنا بالهوى سوا، غرقانين بقيصر أكثر ما نكون غرقانين بمال الله. ليش؟ عنا حساباتنا، عنا مصلحتنا، عنا أنانيتنا، عنا طمعنا، عنا أهدافنا الأرضية. شو ما بدكم قولوا، نحن عم نوصف الوضع، مش عم نلوم ولا عم ندين. بس بقول بولس بلا شيء، وبخ علم ووبخ، احنا عم نعلم بس فينا نوبخ. هلا بيجي حدا بيقول لي انت ليش عملتها؟ اتركوني وتعوا راقبوني بحياتي بهالموضوع، ما في كبير عند الله. اذا تحرزوا من الكتبة يلي بهم التحيات بالاصوات ويقعدوا بالامان، وزيت الوقت ياكلون بيوت الارامل. مش بيسرقوا بيوت الارامل، بيكفوا انه ما يساعدوا الارامل بيكونوا عم ياكلوا بيسرقوا الارامل. ده باسيليوس الكبير بيقول هيك، اذا في واحد محتاج وانت معك مصاري وما ساعدته انت سرقته. انت سرقته. لهذا ياخذون دينونه اعظم. شو عم بيعمل يسوع هلا؟ بلا شو يحاكم؟ اذا كانوا يحكموا صاروا عم بيحكم. ياخذون دينونه اعظم، يعني اذا بدكم طلع على الحكم بهالنوع من الاشخاص. من بعد هالمقطع شو بيعمل؟ بيقول وجلس يسوع تجاه الخزانه، الخزنه تبع المصاري بالهيكل، ونظر كيف يلقي الجمع مصريات ونحاس بالخزانة، وكانوا أغنياء كثير كثيرون يلقون كثيرا. إجت مرأة أرملة وفقيرة وألقت فلسين قيمتهما ربع، بس مع غيرهم، يعني ألقت كل ثروتها. فدعا تلاميذه وقال له الحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزان، لأن الجميع من فضلتهم ألقوا شو بيتوفر عنه، أما هذه فمن إعوازها ألقت كل ما عندها، كل معيشتها. إذا القصة مش بالكمية، القصة بمفهوم العلاقة بينك وبين ما تملك. هل ما تملك بيملكك أو ما تملك بتملكه؟ فأنت إذن كيف بتسخر الموضوع، كيف بتعامل الموضوع من أول وجديد. فمشان هيك لقلكن على هالموضوع نحن قايلينه قبل بمرة عدة مرات، قدي موضوع العطاء أساسي. يا بيطلع من جيبتك مادي، يا بيطلع من جيبتك روح. المصاري اللي بتعطيها لفقير من جيبتك بمحبتك، هيدي الروح القدس، روح إلوها. المصاري اللي بتطلع من جيبتك لحتى تتمجد بعطائك، هيدي مادي، فلوس فاضية. هيدي المرأة عطت كل ما تملك، كرمها الرب أكثر من الأغنياء يلي بيعطوا أكثر منها بكتير، بس بكونوا من فضلتهم، من فضلتهم بقول الإنجيل. لأرجع أكرر النكتة دايما يلي أنا بقولها بحب ضلني أقولها، يعني إذا أنت ماري على الطريق ولقيت واحد محتاج
وحبيت تعطيه. خليني أحكي على لغة 1005 أو لغة 100,000. إذا شلت من جيبتك طلعوا 200,000، في 100,000 عتيقة و100,000 جديدة. إذا عطيت المحتاج 100,000 العتيقة عندك مشكلة بعطائك، ما عطيته الجديدة. عملت تمييز داخلي بأنه هيدي أحسن من هيدي، فخليني أعطيه الأعطل. شوف الدقة، عطيته 100,000 بس في معك بإيدك 200، واحدة جديدة واحدة عتيقة. خليت عن العتيقة للفقير، كان فيها تخليك مع تعليها معك وتعطيه الجديدة وما تغير شيء، ما ناقص شيء عليك. عم بحكي عن مفهوم العطاء. إذا العطاء الحقيقي إذا بتقدم للكنيسة حتى الكنيسة تقوم بحالها وتساعد الناس وترتب أمورها، شيء كتير منيح، بس ما تتكبر على غيرك إذا كان عطائك أكبر من عطاء غيرك، لأنه يمكن عطائك هو من فضل جيبتك، أما عطاء غيرك كل شيء عنده. كمان هيدي بدنا ننتبه لها بالكنيسة، إنه ما لقيصر لقيصر وما لله لله. أعطيكم أمثلة بتضحك. بدنا نعمل لجنة للكنيسة، بنحط فلان، ليش؟ معه بيدفع. طب مرة فكرت بواحد فقير معتر، شو بينفعنا هيدا؟ طب بركي هيدا الفقير المعتر قال كلمة خلى واحد سمعها وقلبت حياته وتاب لله، وهيدا اللي معه مصاري زط مصاري ليعمل لواح طاقة وظبطوا درابزين. بس هيدا كل حكيه عن أمجاده الشخصية، ده كيف بيقلب الناس للتوبة؟ عم بقلكم دقيقة الأمور شكلها بضحك بس عمقها ببكي. إذا حتى الكنيسة بدها تعيد النظر بالجملة المصححة عندي هلأ، إنكم تعطون ما لقيصر لقيصر وما لله لله. لشو عم تسألوني؟ آمين.